دير دونك في هذا الفيديو غندير كويك موتيفيشن تحاول بعض تفرق ما بين الاجواء. دونك فيرست اوف اول راه بعدا هذا ما عرفت عليه خويا خير سيت ان دونك تي اوفر. دابا تقدر تكون دابا تزاديتي في تنزانيا وتكون بشي من جم شي تخرميزه، ولكن لا دابا كتقرا وكتطلب العين وكتشوف شي حوايج زوينين كتجيب نقطه مزيانه حيت غادي تبقى تابعاك فور ذا نيكست 5 ييرز نسبيا حتى تشد شي دكتوراه ولا شي تخرميزه اللي تحيد عليك الباك و دكتور ما تقدر باش تخمي. المهم على حسب كل واحد واش باغ فهمتي بحال دابا الا جبتي شي نقطه خايبه بحال 11 في الفيزيك القديمه تبعك فهمتي سخط لي فابريدا كيبغي غير النقطه اللي باك شحال جبتي في هاد النقطه شحال جبتي في هاد الماده شحال جبتي في هاد الماده دونك دونت فاك اب. في الاخر هي هادشي فاميلي زماني اللي اختاروا عليك هاد العام كامل سوايع في القرايه في السكولاريتي كامله ديالك دونك سو فهمتي ما تخليش داك الشيء يمشي اعباء من طورا الكتريسيتي هذا اللي كندير ديما نمشي فور الري فهمتي خويرات نو فون نو نوتين كندمع التواد فهمتي كنخرج من العالم الخارجي ومن ديك المهم واحد الشهر كان اني وايز يو غات ذيس فهمتي تسني في الليسا وانت كتقرا هادشي فهمتي كتعاود نفس الحاجه في الفيزيك غير كتزيدو دي دي نوسيون صعاب وفي الباك كامل وانت كتقرا فهمتي راه ما بقيتيش ناعس في داكو تدخل مع بعد 8 كتدخل عندك الخوف كيف اني واي اي حتى في الباك فهمتي السون دي كيسيون كيدا ما كيقولش لك مونتخي طاق لا كتمشي لهم شويه عليكم ما غاديش يديروا لك شي حاجه جديده فهمتي داكشي اللي كت اوفر ثينكي تاع واتيف حطوا هادي واتيف حطوا هادي ما لهم ايفل حتى ديك الدرجه هي شي مرات دي بارتي كيكونوا صعاب ولكن باش تبدي لك زعما كامل لا فهمتي كاينين دي شوز كيتي شويه عليك كاينين دي تيو كامل اللي كتستعمل باش تلقى داكشي صافي. وواحد الحاجه اللي ديما كنتفكرها هي انما عجبت بليس العسول الله راه عاودها تويس راه ماشي ديما كيعاود الحوايج تويس في القران كاين عاود هذيك الجملة تاش فهمتي ديك هارد شيب زوينة بزاف فهمتي ويت ويل باس حتى دابا از سون از غتخرج من لي زبي تي ولا الاس اي في النهار الاخر صافي مش هاد راك عرفتي تبداو غير الذكريات بعد الضحك اللي في كان مرات تبداو واحد شابتر نيو شابتر ان يور لايف وهادشي اللي كاين.